ضمن الحاجات الرائعة جدا اللي أنا أحبها في حياتي الموسيقى والفنون جدا. مهرجان القلعة واحد من أهم المهرجانات الموسيقية والفنية، مش بس في مصر عشان تبقى فاهم، هو في العالم العربي. أنا بكلمك بأمانة ودون أي انحياز أو تعصب مصري، ما بين قوسين شوفينية يعني. مهرجان القلعة في أحلى الأصوات اللي في مصر وفي العالم العربي، مهرجان القلعة في أقوى الأصوات، مهرجان القلعة يحظى دائما باهتمام مش بس الوسط الموسيقي والفني والغنائي، يحظى دائما بمحبة وإعجاب الجمهور. مهرجان القلعة لا زال مستمرا، تقدر تروح مهرجان القلعة إزاي؟ بنفس التذكرة هي بتاعة زيارة قلعتنا الشهيرة في القاهرة، قلعة صلاح الدين. خلونا نشوف التقرير ده عن الأمسيات الجميلة الرائعة الناعمة الممتلئة غناء وطربا ومستمرين بحفل فني للمطرب النجم الرائع هشام عباس وسيمون، صاحبة جملة لطيفة جدا أول ما طلعت تغني قالت نسيتوني ولا إيه. أنا من الناس اللي تحب سيمون جدا برضو يعني، وبالتالي شوف تقرير حلو وجميل ويعجبك، وأنا أنصحكم خدوا بعضكم وقضوا أمسيات حلوة هناك في القلعة. القلعة مكان حلو جدا جدا لعمل الحفلات ومهرجانات الموسيقى اللي بتحصل فيها دي، مهرجانات مهمة، والقلعة مكان مهم ممكن يحصل فيه مهرجانات فنية تانية كتير، فن تشكيلي، لوح، مهرجانات موسيقى عالمية زي الجاز زي الكلاسيك زي الحاجات الحلوة ممكن يحصل فيها. القلعة مكان جميل وحضاري وتحفة يعني، صراحة حلو جدا، وكمان حاجة ترفيه للناس هو جميل جدا بصراحة. والله المهرجان تحفة جدا من الناحية التنظيمية، من اختيار الموقع الأثري بتاع القلعة. شكر موصول كبير لدار الأوبرا المصرية، وزارة الثقافة، وزارة السياحة والآثار، يعني على البرنامج والتنظيم وتتبع وكل حاجة، خصوصا الناس اللي جاية من خارج مصر. شكرا. المهرجان أكثر من رائع، وهذا الشيء مو غريب على مصر بمهرجاناتها الثقافية والغنائية والفنية، فإحنا اليوم جدا سعداء إننا جينا وكنا من الحضور اللي حضروا مهرجان القلعة الغنائي. Thank you مصر. المهرجان رائع، يا ريت كل المهرجانات في مصر كده. الميزة وزارة الثقافة والسياحة والأثار عاملة شغل مع بعض حلو مع الأوبرا، فأنت بتتكلم في تنظيم رائع، مثلث رائع يعني من التنظيم ما شاء الله. ماشية وساعتي مش مظبوطة، من فين رايحة ما كنتش عارفة، لكن ماشية وأنا مبسوطة، ماشية بخطوة ما هيش خايفة. ماشية وساعتي مش مظبوطة، من فين رايحة ما كنتش عارفة. من أحلى الحفلات، لأنه أنا دي أول مرة في حياتي للقلعة، وسعيدة جدا بالاستقبال ومش بمجاملة، يعني مش بيجاملوني، تحس انهم بيحبوني قوي، فكنت فرحانة بصراحة قوي قوي. كنت مبسوطة جدا بالحالة الفنية الإبداعية لوزارة الثقافة اللي هي بتعمل الحدث، مبسوطة بالنقل المباشر، دي حاجة جميلة من قناة الحياة، ومبسوطة كمان انه بنشوف السياحة في بلدنا بشكل مباشر وغير مباشر. يعني القلعة دي حاجة جميلة جدا ان احنا نشوفها كتاريخ. جميلة طبعا. لا هي جميلة جدا، انا كل سنة بحضر يعني ما بفوتش حفلة. والله انا مبسوط جدا، وانا اصلا من حبين الاستاذ هشام عباس جدا، وبحب استاذة سيمون جدا برضو، ومعجبينهم، وبسم الله ما شاء الله يعني المكان جميل جدا. اكيد سيمون وهشام عباس، انا مواليد 98، بس واحنا صغيرين كده كنا بنسمع اغانيهم دايما، فلا النهارده يوم مميز قوي، وانا بحب سيمون جدا، والحفله تحفه لحد دلوقتي. مليلة دي اجمل ليله طول العمر، حلوه اللي